في إحدى المكتبات الشعبية بمدينة سلا لم نصادف أحداً يقتني لوازم الدراسة. بالنسبة لحسن المعتصم صاحب هذه المكتبة ليس الأمر عادياً، فقد جرت العادة أن يشهد هذا الوقت رواجاً في مبيعات الكتاب المدرسي. للأسف الناشرين عطلوا على الكتبيين وداروا لهم المشكل، لأن احنا في البداية ديال الشهر 8 في هذا الوقت احنا كنا خدامين، الكليان ديالنا تياخذوا السلعة ديالهم تيديو المستوى ديالهم القائمة ديالو كومبلي تيديها كل شيء مقادة. اليوم احنا ما عندنا باش نكملوا لهم الأغلبية ديال اللوائح، تنلقاوهم خاصهم جوج كتبات، ثلاثة الكتبة، واحد الكتاب. سبب التأخر في تزويد المكتبات بالكتاب المدرسي هو رغبة الناشرين في رفع تسعيرته بمعدل 25%، مطلب الزيادة الذي وصفه مختصون في قطاع الكتاب بالخيالي، عللته جمعية الناشرين بارتفاع أسعار الورق في الأسواق الدولية. لكن الحكومة رفضت أي مطلب للزيادة في الأسعار، واتفقت مع الناشرين في المقابل على تقديم دعم مالي مباشر لهم. وصلنا بطلب من طرف الناشرين، لكن الكتاب المدرسي لن يعرف أي زيادة. الكتاب المدرسي سوف يبقى في سعره الذي كان فيه سابقا. الاتفاق الحاصل بين الحكومة والناشرين لا يتعلق بالكتاب المدرسي الموازي، أي ذاك الذي يدرس فيه تلامذة المدارس الخصوصية، والذي يفوق سعره أحيانا ثمن الكتاب الحكومي 20 ضعفا أو يزيد. في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات العمومية لمنع أي زيادة في سعر الكتاب المدرسي الحكومي حفاظاً على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من أهالي الطلاب، تتعالى أصوات أولياء أمور تلامذة المدارس الخاصة للمطالبة بتحديد سقف معين لكتب ولوازم الدراسة التي قد تصل في بعض المدارس الخاصة إلى 250 دولاراً للتلميذ الواحد، وهو رقم يتجاوز الحد الأدنى للأجور في البلاد. عزيز فتحي، سكاي نيوز عربية، الرباط.